الرئيس سليمان متمسك بالدعوة إلى الحوار، والانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري، ولا يجب أن يدفع لبنان ثمن ديمقراطية الآخرين. 14 أذار تبلغ بري في الساعات المقبلة طروحاتها الجديدة بشأن إطلاق عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب. الحريري: نصر الله خسر الدعم والتضامن عندما تحول من مشروع مقاومة إلى مشروع اغتصاب سلطة. جملات من باريس: لمست دعما للمؤسسات اللبنانية وللحوار الداخلي والسياسة التي تنتهجها الحكومة لتحييد لبنان عما يجري في سوريا. خطف روسيين ومهندس إيطالي في سوريا، والإبراهيمي يبحث مع العربي احتمال زيارة دمشق تحت عنوان الإنذار الأخير للأسد. تظاهرات للمعارضة المصرية اليوم ضد مشروع الدستور، والنائب العام يقدم استقالته على خلفية الاحتجاجات. هذه الأخبار وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا.